أيام الحكومة باتت معدودة، الصدر يهدد عبد المهدي ويلوح بالانضمام للمعارضة. صعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من لهجته ضد حكومة عادل عبد المهدي بالتزامن مع اتساع جبهة المعارضة بإعلان تحالف النصر وتيار الحكمة تبنيهما خيار المعارضة السياسية، واستنكر الصدر ما وصفه بالتلكؤ الحاصل في إدارة عبد المهدي لجملة من الملفات، وهدد باللجوء إلى الشارع وتحريك الجماهير وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى أعمال عنف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وأمهل الصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 10 أيام لإكمال الحقيبة الوزارية، ودعا الكتل السياسية إلى الضغط على عبد المهدي لإنهاء هذا الملف، مهددا باللجوء إلى أنصاره في حال لم تكتمل الحكومة. وقال الصدر في بيان له: وجهوا كلامي للكتل السياسية أجمع بأن تفوض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام فقط، وإلا ستكون لنا وقفة أخرى وأنتم أعلم بمواقفنا. أوساط سياسية وشعبية تساءلت عن إمكانية تحول مقتدى الصدر إلى المعارضة السياسية والالتحاق بتيار الحكمة وتحالف النصر اللذين أعلنا تبنيهما هذا الخيار. وقالت مصادر أن بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول إمهال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 10 أيام لإكمال الكابينة الوزارية هو محاولة لحل الأزمة، لكن الكتل لن تستجيب لمطلب الصدر بتفويض عبد المهدي. وتفاقمت حدة الأزمة السياسية في العراق بسبب التأخير الحاصل في استكمال الحكومة التي ما زال ينقصها 4 وزراء لحقائب الداخلية والدفاع والعدل والتربية، بالرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على تمريرها من قبل البرلمان.